جمع بشكل استثنائي. ففي كل عام نتبع تقليدا بالمجيء إلى هنا في الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد لكي نحتفل به في وقت مبكر ونكون أقرب إلى هذه الجماعة حتى لا تشعر بأنها معزولة. نريدهم أن يشعروا بأنهم جزء من كنيسة عظيمة هي الكنيسة الجامعة. بالنسبة لزيارة المطران كانت كتير حلوة وإحنا انبسطنا فيها وحلو كتير إنه بتذكرنا. وطبعا هذه الأيام أيام حلوة وأيام جميلة وأيام سلام ومحبة بمناسبة عيد ميلاد يسوع سيد الكون. عشان هيك المطران والبطركية بيبعتوا الوفود للبطركية للكنيسة هنا دعم للمسيحيين ويصلوا معانا ويطلعوا على ظروف غزة وعلى ظروف الكنيسة. على مدى 10 سنوات انخفض عدد المسيحيين في غزة من 4000 إلى أكثر من 1000 مواطن بقليل، وقد غادر الكثيرون منهم وما زالوا يغادرون إلى الضفة الغربية أو إلى الخارج. ذات يوم قررت مغادرة غزة، لكني أدركت أن الكثير من المسيحيين قد غادروا. أشعر أننا وحيدون جدا ولا أحد يسأل عنا، وفي الوقت نفسه نحن نعاني ونفقد كل ممتلكاتنا بالتدريج. لا توجد وظائف، لا يوجد مال، لذلك ليس ثمة حياة كريمة. هم يغادرون غزة في أول فرصة متاحة ولا يعودون أبدا بحثا عن فرصة حياة أفضل. والحفاظ على الإيمان المسيحي هنا يعني الحفاظ على المسيحيين هنا أيضا، وهذا يعني أن العمل الروحي مهم إلى جانب العمل الاجتماعي. أولئك الذين يبقون يواجهون معدل بطالة يبلغ حوالي 70%، ناهيك عن المشكلات الأخرى مثل الكهرباء التي يتزودون بها لمدة 4 ساعات يوميا فقط، بالإضافة إلى نقص مياه الشرب وانعدام الحرية. أفكر في عائلتي وفي إخوتي وأخواتي، وإذا غادرت غزة لن أكون سعيدة، لن أكون سعيدة في أي مكان آخر، لذلك سوف أبقى هنا مع عائلتي. الأبرشية هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتحدون للتغلب على المصاعب اليومية، وقد كانت موسيقى الكشافة والاحتفال بالقداس الإلهي وعيد الميلاد مع الأطفال كشخصيات رئيسية هي أبرز ما يميز يوم الأحد. يجب أن يحتفل بعيد ميلاد الرب بشكل رئيسي هنا في هذه الأرض، لأن أكثر ما نريده لهذه الأرض هو أن نعيش فيها بسلام. والاحتفال بعيد ميلاد الرب ملك السلام الذي ولد ليجلب لنا السلام هو احتفال خاص جدا بالنسبة لنا.